119 مرة هدموا العراقيب. نعم 119، وبنطالب جميع الدول الأوروبية والإسلامية بالوقوف لجنب الشعب العربي وبالذات النقب، وخصوصا قرية العراقيب اللي هدموها 119 مرة ولم يزال نصمد على حقنا ولا نرضى للمساومة ولا نخضع للمساومة. ايش الدافع الرئيسي اللي بيخليك تتحمل 119 مرة ينهدم بيتك في العراء وبيجوك وبيخدموا بيتك؟ ايش الدافع اللي بيخليك انت، ايش القوة اللي عندك؟ القوة اللي عندي اول وحدة بأمن في حقين هذا الارض، ارضي وارض ابوي وجدي واتولدوا عليها الاباء والاجداد وحتى الاحفاد. ان لم نرضى ولم نرضخ لهدم البيوت ولا لسياسة دولة اسرائيل بتخلي عن ملكيتنا عن الارض. بارك الله فيك.